النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات الصحية جدا جدا، ينفع تقدميها للكبار، تقدميها للصغار، تقدميها للرياضيين. ابنك او بنتك بيعانوا من ضعف تركيز، اعمليها وقدميها. بيعانوا من النحافة، قدميها. بيلعبوا رياضة بعد الرياضة، قدميها. قدميها سناكس ليهم وقت المذاكرة. وصفة صحية جدا جدا. وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه؟ عن اصابع الشوفان او الجرانولا بارز. هنعملها ازاي؟ هي بدأت تنتشر بكميات كبيرة في السوق، ولكن للأسف الاسعار يعني اسعار مبالغ فيها. هنعملها مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك اي وقت. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو اول مرة تشوفيني وبتشوفيني من على الفيس، ما تنسيش تعملي لي متابعة الصفحة ولايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب، ما تنسيش تعملي لي اشتراك لقناتي ولايك وشير برضو للفيديو. المكونات بتاعتنا النهاردة، المكون الأساسي عند 135 جرام من الشوفان، باخده كده هوت. وهو يفضل ان انت تاخدي الشوفان اللي هو الحبة الكاملة مش الناعم قوي، باخده كده وبدخله الفرن، احمصه لمدة 10 دقايق بس، مجرد ان انا امشي منه الطعم الناعم. بعد كده المكونات الباقية كلها مكونات اختيارية، ممكن تبدلي فيها على حسب ما انت حابة. انا هنا عندي حوالي مج من الزبيب، مج من السوداني، مج من السمسم، مج برضو من جوزة الهند. المكونات دي يعتبر جوزة الهند هي الأساسية بس، وبقية المكونات تغيريها. ما عندكيش زبيب، ممكن تحط تين، ممكن تحط مشمش، ممكن تحط توت، أي نوع مكسرات هينفع عندك. بعد كده عندي ربع كوباية من العسل الأبيض، وعندي كوباية من العجوة. والعجوة دي أنا عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، وتعتبر بمثابة المادة اللزقة اللي هي هتمسك معايا كل المكونات. بتجيبي بولة كده، وأنا طبعا كنت حمصت السمسم والشوفان، حطيتهم والسوداني كمان عشان كان عندي ناي، دخلتهم في صاج على الفرن بالظبط لمدة 10 دقايق لحد ما اخدوا تحميصة خفيفة ومشي منهم كده طعم الشوفان والحاجات النية. بدأت اضيف الشوفان ونزلت كده بالسوداني والسمسم وجوز الهند والزبيب، وهبدأ ان انا اقلب المكونات بتاعتي بالمعلقة كويس جدا لحد المكونات ما تمتزج وتختلط تماما مع بعض بالشكل اللي احنا كده شايفينه قدامنا. بعد كده هو هبدأ استخدم العسل، وعندي ربع كوباية من العسل. عايزة تزودي براحتك، بس ربع كوباية بيدي طعم مظبوط جدا جدا. بعد كده هو ببدأ ان انا اضيف عليهم كوباية من العجوة اللي انا كنت عملتها معاكم. عايزة تقللي في طعم السكري شوية، ممكن تستخدمي كوباية الا ربع، بس انا شايفة الكوباية بتدي طعم ممتاز وطعم مظبوط جدا جدا. هبدأ في الاول الم المكونات بتاعتي كده بالمعلقة، وطبعا المكونات عندي كلها صلبة، فصعب جدا ان هي تتلم بالمعلقة. فكده بخلص المعلقة وتغسلي ايديكي غسلة نظيفة، وتاخدي كده تعجني المكونات كده وتلم المكونات وتدخليهم كويس جدا مع بعض لحد ما تتشكل معاكي عجينة متماسكة وتبقى كلها ايه، عجينة كده واحدة. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، يلا كده ما تنسينيش باللايك، ولو ليكي اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وانا باذن الله هرد عليكي. ده شكل الجرانولا عندي بعد ما خلاص اتعجنت واتماسكت معايا، شايفين قد ايه شكلها جميل وقمر. دلوقتي بجيب الصاج اللي انا هبدأ ان انا اصب فيه، او اي فورمة موجودة عندك صب فيها عادي، اما تفرشيها بورق زبدة، او ممكن تحط زي ما انا حاطه كده كيس من اكياس التلاجة تفتحيه وتبدأي تفرشي فيه. بعد كده بتنزلي بالخليط بتاعك كده على الصاج، تبدأي ان انت تفرديه بظهر المعلقة لحد ما بتعبي بيه الصاج كله، تفرديه كويس جدا في الصاج. راعي بقى انت بتفردي ان يبقى الارتفاع كله في حجم واحد، ويبقى كله سمك واحد، علشان لما نيجي نقطعها تبقى كلها متساوية في الشكل، وطبعا تديكي شكل يعني شكل حلو وشكل جميل كده. برضو دايما بنقول ان العين دايما بتاكل قبل البق، فدايما لما نيجي نقدم الحاجة لولادنا نراعي على قد ما نقدر ان احنا نقدمها بشكل حلو يلفت نظرهم ويفتح نفسهم على انهم ياكلوها. بفرد كده كل الخليط بتاعي بالشكل ده، ولازم اتاكد ان الخليط بتاعي كله في ارتفاع واحد وسمك واحد زي ما احنا قلنا قبل كده. وبعد ما بنخلص فرد كل الكميه اللي عندنا، يفضل ان احنا ندخله التلاجة. لو عندك وقت دخليه لمده ليله كامله او 3-4 ساعات، لو برضو مستعجله ممكن تدخليه الفريزر، بياخد معاكي ساعه. بعد كده هو بتخرجيه، وبتستخدمي سكين مشرشر اللي هو السكين اللي احنا بنسميه سكين منشار، لان طبعا المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين فيها حاجات صلبة كتير، الزبيب فيها برضو السوداني، المكونات دي يا جماعة طبعا عايزة سكينة اللي هو تقطع
تقطعها قطع كده يعني فاهمين. فبتبدأي ان انت تشكلي الجرانولا بتاعتك، بتقطعيها الاول بالطول وبعد كده هو تقطعيها بالعرض، وده الشكل المتعارف عليه في الماركت. لما بتروحي تشتريه بتشتريه بالشكل ده. التقطيع برضو لو انت عاملاه يعني في بيتك عادي، قطعي بالشكل اللي يعجبك. بعد كده هو باستخدام السباتيولا هبدأ ان انا اشيل الصوابع بتاعتي. شايفين قد ايه قمر الكيس؟ طبعا بيسهل عليا جدا ان انا اشيله. مجرد ما بترفعي الكيسه كده بتلاقي ان الجرانولا خرجت معاكي بكل بساطه وبكل سهوله. شايفين قد ايه قمر؟ شكلها قمر، طعمها قمر، القيمه الصحيه بتاعتها او القيمه الغذائيه بتاعتها طبعا لا يعلى عليها. كل مكوناتنا طبيعيه، كل مكوناتنا ما فيهاش اي مواد حافظه. اعمليها في البيت احسن بكتير ما تشتريها من بره. هتوفري كتير في السعر، هتوفري كتير كمان يعني ايه، يعني ضامنه ان انت عامله الحاجه في البيت. حتى العجوه انا عاملاها بيتي. لو انت عايزه تشوفي الفيديو ارجعي عندي في الصفحه وموجود عندي برضو في القناه. ده كان الشكل النهائي للجرانولا بتاعتنا النهارده. طعمها جميل، شكلها برضو جميل جدا، تحفه، قمر، متماسكه جدا. ممكن تحتفظي بيها في الثلاجه، ممكن كمان تحتفظي بيها في الفريزر لو انت عامله كميه وتخرجي وقت الاستخدام اللي انت عايزاه. ده طبعا كانت الكميه اللي اتعملت معايا، ودي كانت وصفه النهارده، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في الفيديوهات التانية.